الله، انت كنت بتفرح كل يوم. مش عارف انا توت مني، انا مش انا انا توت. ايه ده؟ اثبت انت مين يا خميس. ايه خميس؟ انت عارفني؟ الله، انت خميس عارف انت بتسرقني يعني ولا ايه؟ اسرقك ايه؟ بس شيل الطبانجه دي الاول. طبانجه؟ يا طالما دي طبانجه بقى يبقى انت الخال. امال انا بقول لك ايه من صغر؟ ده انت بسطول كنافه. انت شكران طينه. مش يعني يا جدع بالراحه، وطي صوتك. حطي صوتك، حطي صوتك. انت بتعمل ايه ده؟ استنى، بقالي ساعة بفتح الباب مش عايز يفتح. مفتاح بان عليه بايظ ولا ايه؟ بايظ؟ ده انت مش شايف. ده انا فتحنا كده. افتح يا عم. خال ضايع، أول مرة أشوف خال فضيحة كده. ايه ده؟ ايه؟ انت بتفتح بالسيجارة؟ معلش، يبقى أنا شربت المفتاح. انا قلت ايه كده ليه؟ انت مش شايف حاجه. ولع ولع. ايه ده؟ ايه ده؟ الباب مفتوح. يبقى يلا ندخل بقى. طب يلا يا شيخ. يا سلام. بس بقول لك ايه، وشوش بقى احسن من الدوله تصحى وتعمل لنا فيها المعلمه بجد. سيب يا عم. اقول لك ايه بقى؟ ما تيجي نقلع الجزم. ليه؟ عشان الصوت. صح صح. انا لا برضه تعمل صوت. صباح الخير. صباح الخير. الحرب قامت ولا ايه؟ حاجة يا حاجة، اصحي 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 يا حاجة. اصحي. شرابية في ايه؟ الحق يا حاجة، في نصيبة. مصيبة ايه؟ وانا نايمة سمعت صوت، طلعت بره اشوف ايه، ما لقيتش حاجة. انت يا ولية اتخبلتي. اسمعيني للاخر يا حاجة، في نصيبة. مصيبة. مصيبة ايه؟ خلصيني. جيت اخش اوضتي، سمعت رجل بره، قمت مسحبة اشوف في ايه. لقيت يا لهوي يا لهوي يا ولية. انطقي ما تجننينيش. المعلم ابو سنه واقف قدام الاوض بيتلفت يمين وشمال، وقام داخل على الاوضه. وفيها ايه؟ راجل وداخل اوضته بالليل. ما هو ما دخلش اوضته. ما اوضه مين؟ خش اوضه افندينا. افندينا؟ ايه
فين؟ انت في اوضتي في سريري، ولو ركزت معايا شويه ممكن تبقى في حضني. يخرب بيتك يا بنت، هتودينا في داهيه. يا راجل وطي صوتك شويه، حد هيسمعنا. يخرب بيتك يا بنت، هتودينا في داهيه. لا يا اخويا، هو انا اللي كنت خدتك من ايدك ودخلتك اوضتي؟ انت ضيفي النهارده وانا كريمه قوي مع ضيوفي، واحب اظبطه. يا بنت تهدي، بدل ما اسكعك قلم انزلك طقم سنينك. يا رب. طب جرب تعملها كده يا بنت. اهمدي اهمدي بقى، اهمدي يا ولية شويه. ما انا همدانه، هو انت شايفني بقطع في شعري ولا بحطه في السجاده؟ لازم افهم انا ايه اللي جابني هنا. هندومه. هندومك ده ايه؟ لا هندومك انت. ده هند امك. هند امي، هند ابويا. يا واد انت قمر من قريب. الله 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 الله. ما تيجي تبص على نفسك في المرايه. ابص على نفسي في المرايه ليه؟ وانا جاي اتعرف على نفسي هنا؟ ما تجيب بوسه. بوستي بوستي يا بنت، هتودينا في داهيه. اوعي يا راجل. استنى، هو انت فاكر دخول الحمام زي خروجه؟ حمام ايه؟ وانا مش عرفتني ده الحمام. اوعي يا بنت. طب استنى والنبي شويه. اوعي يا بنت. يا لهوي، ايه صوت العبد ده؟ ياك تكون وقعت على رقبتها واتكسرت. امين يا رب تتكسر رقبتها يا رب. حاجه اروح اشوف ايه اللي بيحصل. اتجننتي ولا ايه؟ انت عايزاها تشوف جوزها مع كرامه تعمل لنا فضيحه؟ ده عايزه جنازه وتشبح فيها لط. تعالي خبطي هنا لما نشوف البلوه التانية. بس انا خايفه يا حاجه اخبط سخميس يجي يعملها لي نصيبه. خبطي وخلصيني بس بشويش. حاضر يا حاجه حاضر. ده خبط يا وليه؟ انت بتوشوشي الباب يا حاجه. ما انت اللي بتقولي لي خبطي بشويش. بس مش للدرجه دي، اذا كنت انا مش سامعاكي. خبطي عدل بس بالراحه. حاضر حاضر. صوتك مش عايزة فضايح. انت تتخرسي خالص. انا ايه اللي جابني هنا؟ انا فين؟ ما انتش خارج من الاوضة، ولو خرجت هصوت ولم الناس عليك واقول انك تهجمت عليا. انت جبت المفتاح؟ مش جايبة المفتاح. هات المفتاح. وطي صوتك، عيب هيسمعونا بره. وانا زهقت دلوقتي. عايز تطلع من الاوضه؟ مد ايدك وخد المفتاح. يا بنت الشغل القديم ده، انت مد المفتاح بدل ما اكسر الباب. اموت في العنف. بقول لك ايه، لو كسرت الباب هم هيسمعونا بره، ولو سمعونا هضطر احكي لهم على اللي حصل. هو حصل ايه؟ داخل تتسحب عليا اوضتي وانا لوحدي واخده راحتي ولابسه عريان، والاوضه فاضيه علينا والسرير مغري. الله 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 الله. والفرشه دافيه. ايه ده؟ والشيطان ما بيصدق كل ده وما حصلش حاجه. انت بنت المفتاح اسمع الكلام، انت جننت رسمي. انت لسه مش عارف انت فين؟ ده انا كنت نايم في اوضتي. ايه اللي جابني هنا يا معلم؟ انت جاي من بره على هنا وانا شايفاك بعناية. انا كبرت وخرفت مش عارف يمينك من شمالك. انت بتقول ايه يا حاجه؟ احمد ربنا ان خميس لسه ما جاش، والا كان قومها حريقه. خميس؟ ده انا كنت نايم في اوضتي. ايه اللي جابني هنا يا معلم؟ انت جاي من بره على هنا وانا شايفاك بعناية. انا كبرت وخرفت مش عارف يمينك من شمالك. انت بتقول ايه يا حاجه؟ احمد ربنا ان خميس لسه ما جاش، والا كان قومها حريقه. خميس؟ وطي صوتك بدل ما حد يسمعنا. وانا زعقت دلوقتي. انا زعقت. بس نفسك تزعق علشان يسمعونا بره وتفضحني. طيب هات المفتاح ومش هفضحك. لا اقعد معايا شويه يا بنت. اقعد اعمل ايه؟ اقعد اعمل ايه؟ فكر. طيب هفكر وباجي لك.
افتحي بقى الباب. لا اقعد شويه معايا. مش هتفتحي الباب؟ لا افتحي بنت الباب، افتحي الباب. اموت في العنف. اقول لك كم معايا؟ خميس ما وصلش. ما وصلش ازاي؟ اذا كان هو اللي موصلني. اوعي بقى. طب استنى خليك انا. لا انت توعي بقى، سيبيني بقى. خميس؟ في جلابيتي؟